السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخير عليكم يا أحلى وأجمل متابعين بالدنيا. ومثل ما عودناكم كل يوم قصة رعب جديدة. قبل لا أبدأ بالقصة، اشترك لي بالقناة، فعل زر الجرس، حاول شير لي أي فيديو على التواصل الاجتماعي، هذا الشي فضلا وليس أمرا، لأن القناة تقدرون تقولون محطمة ورنق القناة نهائيا يعني ما يصعد، لأن ورا ما اليوتيوب رفض القناة مالتي وما تقدمت للربح اضطريت انه اني امسح عدد كبير من الفيديوهات. وطبعا الفيديوهات وصلا 180 فيديو او اكثر، طبعا ما سواها اي يوتيوبر بهاي الفترة يرفع حلقة فيديوهات، لان اليوتيوبرية يعني اغلبيتهم جماعة القصص ما ينشرون بشكل يومي، يعني كل 4 ايام قصة وكل اسبوع او اكو عالم كل 15 يوم. قبل لا تصير عندي قناة باليوتيوب انا كنت من الناس اللي تتابع القصص وتتابع العالم الغيبي وهاي الامور والى اخره. المهم طولت عليكم بالمقدمة، ما يخالف تحملوني. صلوا لي على الحبيب المصطفى، ذكروا لي الله يا جماعة الخير، ونقول اللهم صل على محمد وآل محمد، ونقول بسم الله. طبعا القصة مارتنا حول شخص اسمه محمد، يصيحوا له أبو أيوب. هذا الشخص كان جدا إنسان طبيعي، وأنا اللي راح أخذ دوره بالقصة. اسمي محمد ويصيحوا لي أبو أيوب، وعندي سيارة أشتغل بها تاكسي على باب الله، وكنت عايش أني وزوجتي وابني عن طريق هاي السيارة، وأسكن بمنطقة شعبية فقيرة جدا، وكنت دائما راضي بحالي وشاكر رب العالمين على الشي اللي جاي ينطيني اياه. ورب العالمين يقول كل ما تشكرني اني ازيدك، وانا اقول الحمد لله والشكر على النعمة اللي اني بيها. طبعا كل هذا الشي اللي صار بعدين حياتي انقلبت رأسا على عقب، تابعوا القصة للاخير وراح تفتهمون ليش صار هيك بيه. المهم يوم من الايام انسرقت حاجة من المنطقة. لما انسرقت هاي الحاجة من المنطقة، الناس اللي انسرقوا طبعا انسرقوا مبلغ كبير من الفلوس والذهب، مع العلم كانت عندهم خزنة بالبيت، والخزنة اللي موجودة ببيتهم ما حد يعرف بيها من الناس نهائيا. اضافة الى هاي المنطقة فقيرة، ودولة ما اعرف منين جابوا هذا الفلوس او الذهب اللي موجود هنا. طبعا راحوا بلغوا الشرطة بس بدون اي نتيجة، والشرطة طبعا قالت لهم انتوا لازم تشكون باحد، مستحيل يعني ما عندكم احد يشيل يعني مثل ما تدعون الا شخص يعرف بيها، لان الرمز مالتها مفتوح فتح، وبذاك الوقت يعني ما جايهم اي خطار موجود او شيء. المهم فبعد ما ايسوا من الشرطة وايسوا من البحث، تقريبا وراها بشهرين او اكثر جابوا شخص. الشخص اللي جابوه اللي هو من ذول السحرة والمشعوذين والدجالين. طبعا هنا على مود يكشفون لازم يفتحون المندل. طبعا المندل إلا طرق عديدة للفتح. المندل هو عبارة عن يجيبون مثلا طفل صغير، يجيبون مثلا معاه ويحطون بيه مي ويحطون زيت، وبعدين يقعدون هذا الطفل قدامه، ووراها هذا الشخص الساحر يقوم يقول كلمات، وبعدها الزيت يقوم يشكل بأشكال غريبة. طبعا أي شخص موجود ما راح يعرف هاي الأشكال إلا هذا الطفل اللي قاعد قدامه، هو اللي راح يشرح له على كل شيء، وينطيه حتى الاسم مال الشخص اللي باقي الحاجة أو الشخص المفقود أو أي شيء ثاني. هو هذا المندل. وإلى طريقة ثانية أنه عن طريق الأصبع مال الإيد أكو حبر من الأحبار يصير لونه يلمع، يصبغون أظفر الطفل ويحطونه قدامه ويبدي يقول كلمات، الطفل مباشرة يقوم يحكي أشياء هو يشوفها. طبعا الأطفال شوية اللي يعني كبار بالعمر بس ما بالغين سن القانوني، إذا تقول له مثلا المندل، إذا تقول له أنت شفت، يحكي لك يقول لك أني هذا أصبعي صار مثل التلفزيون قدامي، يعني قمت أشوف كل شيء وأنا شفت هذولة وهذولة. حتى إذا يعني انفك من عنده المندل أو الساحر خلص انتهى من عنده. المهم طرق المندل هواي وما أقدر أعددهن بهاي الحلقة، رادرين فتح حلقة منفردة وحدها. المهم نرجع للقصة مالتنا، جابوا شخص في سبيل يكشف البوغة اللي مباقت بالمنطقة. طبعا وكانوا مبلغين عدة ناس من المنطقة، وانا من ضمنهم لان هم كانوا جيراني، وقالوا راح نجيب شخص هيك وهيك، وصدق جابوا هذا الشخص ودخل. انا مثل اللي صار عندي فضول ودخلت وياهم اريد اشوف شنو اللي راح يصير هناك. طبعا دخلت وياهم بالبيت، واجا هذا الشخص ونزل بيده شمعات وبدا يوزع الشمعات بصورة معينة. المهم يعني بعدين اخر شيء من تباوع الشمعات راح اشوف الشمعات كون النجمة اللي هي النجمة الخماسية. طبعا سوى نجمة خماسية على الأرض بالشمعات، وجاب طفل هو جايب وياه قعد بنص دني الشمعات، ومثل ما قلت لكم جاب وعاء وخلاه
قدامه، والمعاه ما خلى بيه زيت، خلى بيه حبر لونه أسود. وبدأ يقرأ على هذا الطفل ويحكي، وراها الطفل يسأله يقول له شنو اللي يشوفه، والطفل يقول له ما أشوف حاجة. مرة ومرتين وثلاثة وماكو فايدة. طبعا هنا وراها طبعا صح الطفل وقال له روح اقعد بمكانك، وراح الطفل سمع كلامه وقعد، والطفل هو اللي جايبه وياه. بعدها قال لهم اريد طفل، وانطى مواصفات مال الطفل اللي يريده. المهم طفلين وثلاثة وعلى بنية وعلى ولد، وكلهم كانوا ما يشوفون اي حاجة. طبعا ابو البيت وصاحب البيت قال لي انا اريد ابنك، اريد ايوب، وبعده صغير وبعده كذا وبعده كذا وبلكي. طبعا انا استحيت من عنده، بس بنفس الوقت انا ابني واخاف عليه، بس كان عندنا ايمان بهاي الامور ونعرف بيها ما راح تأذي نهائيا، لان ما حد راح يموت من ورا فتح المندل. طبعا وافقت اني، بس خفت اقول لامه. المهم طبيت لي جو وقلت لها انطيني ايوب خليه اطلع اشتري له. قالت صار، قلت لها ما اعرف، عفتهم ومشيت دو خيمهم. اخذت ايوب ورحت رجعت عليهم. طبعا قعده، كان ايوب خايف من الشمعات اللي موجوده، فبدا يضحك وياه ويقول له لا تخاف انا ما راح اسوي لك شيء. المهم ومد ايده بجيبه وانطى لايوب حلويات في سبيل يخليه يأمن. وصدق ايوب من شافهن مثل اللي نسى الامر كله، وظل قاعد قدامه. ونفس الحبر راح كب المي وجاب مي جديد وحط حبر ثاني، وبدا يقول يعني يحكي كلمات غريبة جدا. وبعد ما بدا يحكي الكلمات الغريبة جدا، بدا يسأل بايوب ويقول له انت شنو الشي اللي شايفه. الغريب بالامر كان ايوب منزل راسه تماما يعني على هذا المكان، حسيت انه رقبته يعني راح تنخلع من مكانها على الشي اللي مسوي. وبدا يحكي ويقول له انا شفت فلان هيج واجا، وبدا يحكي له بالتفاصيل المملة. المهم اخر شي عرفوا من السارق مالتهم. بس بعدها اول ما يعني الساحر ما اعرف شنو قال كلمات وقعد الولد ايوب، من قعد كانت حالته مو طبيعية، حرارته مرتفعة جدا. وسألته قلت له ليش، قال لي كل الأطفال حرارتهم ترتفع عادي، يعني حتى ذول لو أنت لازمهم قبل راح تظل حالتهم مرتفعة، وإذا صار لأي شيء أني عندك وبرقبتي. وسوالي هيك هذا الكلام وعافني وطلع. وطبعا هم عرفوا بوقتهم، وأنا خليت أيوب ورجعت. وأنا جاي أرجع بالطريق رحت اشتريت له وقلت له لا تقول لأمك على أي حاجة، قول لها أخذني اشترالي، ولا تقول لها هيك، لان انا اعرف زوجتي راح تساله، لان هي دائما من كنت اخذه واطلع تساله تقول لي ابوك حكى ويا بنات، ابوك منو حكى ويا بالتليفون، كانت تغار علي وهذا الشيء حقها. المهم اول ما دخل البيت وانا وراها طلعت رايحه وسالته، وسالته وحاكي لها كل شيء. قال لها وداني وهيجي وهذا، قال لها عمو الشيخ وهيجي. انا اول ما دخلت البيت بدت تصيح علي وتقول لي شلون انت تسوي هيجي بابنك، وهذا الامر شلون تسوي. كانت زوجتي ملتزمه ويعني تضوج من هاي الامور وما تطيقها نهائيا، واذا شخص حكى قدامها على سحر او شي كانت بنفس الوقت تخاف وتعرف انه هذا الشي غضب رب العالمين ما تقبل نهائيا. المهم وظلت مخاصمتني تقريبا 3 ايام، وبعدها راضيتها ورجعت. هنا بدت عندي الاحداث تصير بالبيت مالتي. مرة من عندهم قاعد اني وزوجتي، وطبعا اني ابني نام قبلنا وعنده غرفة، كان نايم بغرفته سمعناه يضحك ويحكي. طبعا امه قالت باوع كان ما نايم، هو سوى نفسه نايم هنا ووديته، وباع طلع قاعد بس ويا من جاي يحكي، وشون جاي يضحك مع العلم لا اكو تليفون عنده ولا اي شي. طبعا رحنا اني وامه للغرفة وفتحنا الباب عليه. لما فتحنا الباب عليه لقيناه قاعد على السرير ومنطينا ظهره، ومن منطينا ظهره كانت عنده العاب، ومن ضمن الالعاب كانت دمى، والدمى كان ما يلعب بيه نهائيا، هو عبارة عن دب كبير كان ما يلعب بيه نهائيا. هذا الدب كان دائما يخليه ويسوي مخدة وينام عليه، وحتى نضحك عليه ونقول له ليش مو عندك مخدة، يقول هذا الدب سمين ومريح هيك يسوي لنا. فلقيناه مقعد الدب قدامه وكان يحكي وياه. طبيت عليه فضحكت بوجهه وقلت له ايوب جاي تسوي، قال لي كان صديقي هنا يمي وانتو من جيتوا راح يحكي وياي. قلت له وين صديقك، قال لي صديقي طب طب الحائط بهالكلام هذا. والله انا ما شلت ببالي، بس امه خافت من الكلام اللي قاله. بعدين قلت له يلا نام، وصدق سمع كلامي ونام. وطلعت انا وزوجتي برا وشفت ملامحها مقلوبه وضايجه، وقالت لي شوف هاي كلها السوالف من ورا المندل. قلت لها عاد انت لا كل حكايه والثانيه وتقولي لي المندل وابو مرايه وهاي الامور، ترى هذا الطبيعي يعني طفل بهالسن دائما تكون عندهم شخصيه خياليه يكلموها بسبب الكرتون اللي يشوفونه بالتلفزيون.
قالت لها هسه شوف، وصدق والزيد عنده الحالة ويبدي دائما يحكي وياه ونطب نحاكيه بس ما نقدر نضغط عليه لان هو طفل. فقمت انا اقول له، اقول له وين اشوف نيا؟ يقول لي انت من الطب هو يروح يختل بالحائط، لو يطب جوا السرير وباعه. اقول له ماكو احد. يقول لي خلاص طلع وانت ما شفته من فتحت الباب. بهالكلام هذا والولد كلامه تغير وصارت اسلوبه حاد وياي، خاصة من اجو اطب للغرفة. المهم يوم من الايام واحنا نايمين بغرفتنا انا وامه وهو نايم بغرفته، سمعناه يعيط ويصيح. المهم رحنا نركض عليه الغرفة، قلنا له ليش؟ قال زعلني واجا وباع السوا ويأشر جوا السرير. طبعا والله العظيم جسمي كله قشعريرة وخايف من الشي اللي صار، وخاف حتى انزل جوا السرير. من باوعة جوا السرير لقيت الدمى اللي موجودة، هن تقريبا 4 أو 5، كان المشققات وطالع يعني الصوف أو القطن اللي محشيات بيه الدمى تارس الأرضية مال السرير. خفت جدا من الأمر اللي صار، وهنا عرفت الطفل مو طبيعي، بس هنا قلت احتمال هو اللي شققهن وخلاهن جوا. طبعا ثاني يوم يعني بهاي الليلة بالقوة مرت علينا، لأن زوجتي كانت تلح وتحكي وتقول ولد راح نخسره بسببك انت، وقلبة البيت مثل الجامع 24 ساعة القرآن مشتغل، بس ماكو فايدة. هو يجي الليل الولد يبدي لو يصيح لو يعيط لو حرارته يعني ترتفع. المهم ورا هاي الأشياء اللي صارت عندنا بالبيت، أنا هنا أنا قررت إنه آخذ الطفل الطبيب نفساني، وصدق رحت وأخذت ابني طبيب نفساني. طبعا تعرفون أنتو رأي الطبيب النفسي دائما ما يكون من جن أو غير شيء. حكيت وياه قال لي لا، هاي مجرد شخصية خيالية، وحكيت له على الأمور اللي صارت. يقول لي لا، هاي الأشياء اللي سواها هو سواها وشققها تحت السرير. وبدأ الدكتور يحكي وياه ويسأله، وكانت يعني إجابته دقيقة جدا. قال له مو أنا اللي شققتهن، هو إجا وشققهن. قال له من هو؟ قال له هو. قال له أي أعرف، أعرف بس أعرف هو منه. الدكتور كان يسأل بيه ويضحك بيه، قال له أنطيك فتشي إذا قلت لي هو منه. والله العظيم قال له أنطيني يلا. صدق يعني قام الطبيب وفتح الجرار اللي عنده، حاط حلويات الظاهر ينطي للأطفال اللي تجي، وشاله وانطاه. وأول ما انطاه الحلويات بيده وأخذهن باوع عليه، كان يأشر للطبيب يعني باتجاه الملابس اللي معلقها الطبيب. كانت عنده شماعة يعلق عليها الملابس، أشر له قال له هناك. قال له وين؟ قال له هناك واقف. أنا من قال له هيجي حسيت ركب وحدة يعني طخ بوحدة وجسمي كله قشعريرة، حسيت أكو شي بالمكان حقيقي. والله العظيم كان يقول له ماكو شي دكتور. قال له ماكو شي بس البدلة مالتي. والله العظيم بعد هالبدلة أو يلبسها الدكتور البيضة سقطت وحدها من الشماعة على الأرض. لما سقطت من الأرض حتى الدكتور تفاجئ، بس بنفس الوقت قال تصير هاي الأمور وعادي، احتمال أنا ما معلقها زين وابنك ما بي شي، بس عادي بهذا السن، بس ديروا بالكم عليه ولا تخلوا دائما يحدث نفسه، دائما انتوا ظلوا وياه بهالكلام هذا. أخذته ورجعت للبيت وحكيت لأمه الشي اللي صار. باوعت علي وكانت مستهزئة بي وقالت لي الولد إذا صار بي شي ترى آخذ حقه من عندك، أنت اللي وصلت لهذا الأمر وأنت اللي سويته. أكو واحد عنده طفل ورجعت تعيد الأمر نفسه. طبعا اشتديت أنا وياها بالكلام، وصرنا أنا وياها نشادد ونحكي، وقامت وخابرت أهلها ورادت تاخذ الولد من عندي. قلت لها الولد ما تاخذينه لأي مكان، تريد تروحين لأهلك روحي. وهنا كأنه دخل الشيطان بيناتنا، مع العلم ما عندنا مشاكل نهائيا. وصارت بيناتنا عركة جدا كبيرة، حتى الجيران بدأوا يمكن يسمعونه. وبعدها صدق اجى اخوها واخذها، وكانت الساعة تقريبا ب 12 بالليل والولد ظل يمي. وقلت الولد، قلت له تعال امشي نام يمي بالغرفة. والله العظيم ما قبل، قال انا انام بغرفتي لان هو اذا اجى وما لقاني راح يزعل من عندي ويأذينا. قمت اصيح عليه واقول له انا ما ناقصك، امشي نام قدامي بالغرفة. وصدق دخل وياي للغرفة ونام. لما نمنا بالغرفة وغثيانين اثنيناتنا، سمعته يهمس ويحكي ويا واحد، يقول له انه ما اقدر اطلع، يعني بكلام ناصح جدا يقول له انه ما اقدر اطلع ابويا وما اعرف شنو هذا الكلام. والله العظيم بعدها انا يعني صحيت وجاي اسمعه ويكلم كانه شخص موجود، بس انا ما اسمع هذاك نهائيا. هذاك ايش قال له؟ اسمع يعني الظاهر هو قال له انه ابوك نايم. قال له اسمع شلون انه يقول له، يقول له مثلا حركه، انا اشوفه هو يضرب ابني، يضربني يعني بايده بظهره هيك على كيف، يريد يشوفني نايم لو قاعد.
سويت نفسي نايم تماما، وكنت منطي وجهي للباب اني ومنطيني ظهره، يعني انا منطي هو منطيني ظهره واني منطي ظهري. وبعدها والله العظيم من امن علي وعرفني نايم وسويت نفسي انه انا نايم مو مغمض، نزل ويريد يطلع من الغرفه. الغريب بالامر بعد ما واصل للباب انفتحت الباب وحدها مال الغرفه اللي انا نايم بيها. طبعا انا اول ما فتحت الباب هنا يعني شعر جسمي كله وقف، وحسيت بنفسي دايخ وما اعرف الشيء اللي راح اسويه شنو. وطلع ابني من الباب، واول ما طلع خفت عليه وقمت قلت له انت وين رايح؟ والممر قال رايح للحمام. ودخل الحمام، دخل الحمام وكنت انتظر هسه يطلع، وخمس دقائق وماكو، 10 دقائق وماكو، ربع ساعة تقريبا هو بالحمام وماكو. واحكي عليه واقول له شبيك انت وينك اطلع. المهم قمت وفتحت الباب عليه، لما فتحت الباب مال الحمام عليه لقيته يلعب بالمرحاض، ماد ايده ويلعب بالمرحاض. وجيت ارد واخر اقول له جاي سوي، قمت اصيح عليه افتر علي ويعني ضربني على ايدي، وبالاحرى مو ضربني او خمش ايدي باظافره. لما خمش ايدي بالاظافر حسيت انه ايدي انزلق اللحم مالها كله، وكنت اباوع عليها الذب دم من كل اتجاه. طبعا ما قدرت اعوفه بالمكان، طلعت وطلع وراي وحده من الحمام. ولما طلع باوع علي كان يقول اذا تحاكيني احرق البيت، وراح للغرفه ودخل. ودخل للغرفه، دخلت اني ولفيت ايدي طبعا بمنشفه من كانت يعني طلعتها من الحمام. ظليت قاعد بالغرفة ما اعرف شنو الشي اللي اسويه. وهنا يعني تأكدت انه كلام زوجتي حقيقي وراح يتأذى، ورا ما اذاني عرفت انه هو اللي راح يتأذى. طبعا وقاعد بالغرفة وبدأ يضحك، يضحك بصوت عالي هو وياه، والصوت جدا واضح واسمعه. يقول له هو ابويا انت ليش سويت بيه هيك؟ يعني الظاهر مو ابني اللي سوى بيه. ما اعرف يعني شلون التصرف اللي راح اتصرفه، وردت بس الصبح يطلع علي، وبنفس الوقت اخاف اروح عليه للغرفة، اخاف لا اذي روحي واذي ابني. قلت يطلع الصبح وبعدين اشوف حل لهذا الامر. والله العظيم اتصلت بزوجتي وقلت لها كذا وكذا صار، قالت مثل ما قلت لك الولد اذا صار عليه شيء راح تتأذى. بعدين قالت لي، قلت لها راح اجيبه يمك اخليه، قالت لي لا تجيبه يمي مثل ما انت سويت به شيء، روح وديه لواحد، وديه الشيخ، خابر هذا الشخص نفسه خليه يساعدك بهالكلام هذا. وانا بيني وبينك المحكمة. وكانت يعني قافلة علي نهائيا وسدت التليفون بوجهي. طبعا انا صدق تذكرت انه هذا قال لي اذا صار اي شيء اني اساعدك. طبعا رحت على ذولا وقلت لهم الشخص اللي جبتوه اريد رقمه، قالوا خير عندك شيء؟ قلت لهم والله عندي هيك وهيك، ابني شوية تعبان وهو شفته انه انسان شاطر وراح يفيدني. انطونا رقمه، خابرته قال لي جيب لي الولد هسه وتعال. طبعا جاب الولد، يعني جبت الولد إله ورحت. الغريب بالأمر فتح لي المندل، فتحه إلي هاني، وبدأ ابني يحكي يقول راح يتطلق وراح يحترق البيت، وحكى هواي أمور، والأمور كانت كلها مو طبيعية. ورجعت للبيت، بعدين هذا الشخص انطاني ورقة كبيرة وبيها عدة كلمات وعدة أحرف، وكانت مصفطة يعني بطريقة معينة. قال لي هاي كل صفطة تقصها، يعني تقصها وتحطها بمي وتشربها يوميا المغرب، وبعد ما تصير بهاي الحالة. صدق قمت انطي هذا الشي ما يحكي ويا اي واحد، واقول له نام ينام، ينام يمي ما يصير اي شي. تقريبا اخذت 5 ايام وهي ما تقبل تفتح خط. المهم صعدت بالسيارة ورحت عليها اليوم السادس، ورحت ارد اصالحها واكسر الشر. قالت لي نتطلق، يا بنت الحلال يا بنت الناس شلون نتطلق؟ عشرة عمر وكذا. قالت خلص نتطلق بيني وبينك المحكمة، ومثل ما قلت لك الولد اذا صار بي شي. ورجعت تقول لي هيك، وانت اللي فتحت المندل وقدام اهلها فضحتني، وانا بعمر وحياتي ما سوينا مشكلة وطلعناها يعني الغير ناس حتى الاهلنا، لا اني ولا هي. والله العظيم وقمت انطي من هاي الورقة يومية اكثر واكثر، وما كنت اعرف انه هاي الورقة اللي منطيها هي اصلا ورقة الشخص دجال وكلها اسماء مال جان. وبعدها الورقة ما خلصت قلت أكيد هسه هو طاب. كنت نايم ورجعت علي الحالة نفس الشي، بس هالمرة كان يصيح بصياح جدا عالي. حاولت أفتح الباب مال الغرفة ما قدرت، وأفتح الباب وأريد يعني أدفعها نهائيا ما تنفتح، وكانت الباب يعني خشب من هاي القديمة وتنكسر يعني بصعوبة.
فقمت أصيح يا رب يا الله هذا الطفل ما له ذنب بهالكلام هذا. ظليت أضرب بالباب، الحمد لله والشكر انفتحت الباب. والله لما انفتحت الباب شفت شخص يعني بطول ابنه تقريبا، هم تقدرون تقولون طفل، صاعد فوقه وكان مثل اللي خانقه أو نايم فوقه بهالعبارة هاي. المهم أول ما دخلت للغرفة وصحت لا إله إلا الله وقمت أصيح وأكبر بالبيت. طبعا هذا هو من إنسان تحول مثل الكتلة اللي كلها شعر وكبيرة واختفى بالجدار مثل ما كان يقول ابني. وباوعت الولد لا نفس ولا صوت، وكانت رقبته كلها دماي ووجهه كله مشخط كأنه واحد ممشي شفرة على وجهه. انصرعت من المنظر اللي شفته، شلت الولد واخدته ورحت للمستشفى مباشرة. اخذته للمستشفى وبدأوا يباعون، قالوا شنو اللي صاير، وبدأوا الأطباء يعني يسوون، وقالوا همزين إنه أنت ملحق علي، هذا من اللي ذبحها، عبالهم إنه أني داخلين عليه عصابة للبيت أو شيء، أو مخطوف الولد أو كذا يعني. حتى اتصلت المستشفى يعني مباشرة بالشرطة وجو بدأوا يحققون وياي. حكيت لهم على الأمر، قالوا هذا الكلام إلا الولد يصير بخير. طبعا كان فاقد الوعي هو، والحمد لله والشكر الصبح قدر يحكي ويبكي ويقول لي وجهي، لان كان كله يعني اكو مكانات تخيطت واكو مكانات ملفوفه. فقلت له ما صرت زين وما اعرف شنو. جو الشرطه سالوه قالوا له شنو اللي صار لك، قال لهم صديقي كتني بهالكلام. فبداوا يحقون وياي يقولوا لي منو صديقي، قلت لهم اسالوه والله ما عنده اي صديق، وهو طفل شلون صديق بقده يسوي بيه هيك. المهم حكى للشرطه، هنا الشرطه قالوا يعني ما تدعي على احد كذا، ترى على مسؤوليتك. قلت لهم على مسؤوليتي، وسدوا المحضر بساعتها. ورجعت للبيت، من رجعت للبيت كانت زوجتي يعني ما اقدر اقول لها انه صار بي هيج، واذا قلت لها راح تصير مشكلة اكبر واكبر. بعدها قلت لازم اقول يعني اقول لها وهو ابنها. خابرتها وقلت لها على الامر اللي صار، تخبرت جدتي هي واخوها شافته بالبيت وحالته. طبعا قالت لي ما ظل وياك نهائيا، اني بهالكلام هذا قالت هاي نهايتي وياك، اني خلاص هاي النهاية وياك، وانا قلت لك راح تتأذى وتأذينا كلنا وياك. المهم وبوقتها ما لقيت ولا أحد يساعدني نهائيا. مرة واحدة جبت إنسان وكان هو بالقرآن، وبابا علي قال هذا الأمر ما أقدر له، قال اعفيني عنه الله شاهد. قال لي بس أعلمك شغلة واحدة، وذكر لي حديث للرسول أنه الشخص إذا يرقي نفسه مو مثل من شخص يرقيه، أنت إذا ترقي نفسك أكثر وأكثر. قال لي اسمع قرآن، شغل قرآن بالبيت وكوايات قرآنية معينة، قال لي ذني دائما داوموا عليهن. والله العظيم ما طفيت القرآن بالبيت نهائيا، وزوجتي تركتها يعني ما قمت اتصل عليها، والولد موجود عندي وقمت معه. فظليت قاعد من الشغل والبيت صار وسخ، ولا اقدر يعني ما اقدر ارتب شغل بين ما انا مثلا انظف، ولا اظل يم ابني يم ايوب، ولا يعني تخربطت كل الحياة والله العظيم. وبعدها يعني بثلاث ايام من تشغيل القرآن بالبيت المستمر، اجت زوجتي وحدها هي واخوها، ودخلت للبيت وكان كلامها بي يعني بي مثل الضحك. قالت لاني ما جاية عليك، انا جاية على مديوب. المهم اخوها قال يلا انا راح اروح، عرفتها انه راح تظل. وبهاي الليلة الحمد لله والشكر صالحنا انا وياها، وبدت تلومني على هواي امور. قلت لها ننسى اللي صار، نطوى صفحة جديدة والله العظيم بعد ما ينعاد. وهاي الغلطة يعني كانت بحياتي وكلفتني هواي، كلفتني انه حتى وجه ابني لحد الان بندوب من الشيء اللي صار له، ورقبته لحد الان عبالك شخص ذابحة بسكين ولحقنا عليه باللحظات الأخيرة. والحمد لله والشكر يعني لما فضل رب العالمين وفضل القرآن علي، احتمال أني أخسر حياتي وأخسر زوجتي وأخسر حتى ابني على الكلام اللي قاله هو، من فتحوا له المندل من قال البيت يحترق وأبويا يتطلق هواي أمور. فهنا أنا عرفت وتيقنت 100% أنه كلام الجن كلام مو صحيحي، ودائما يوهمك، والأشياء اللي يسويها الجن والشياطين كلها أشياء ما موجودة. بس إذا أنت ابتعدت عن رب العالمين وأمنت بيها راح تصير بيك، غير هذا الشي ما يصير نهائيا. ومثل ما قلت يعني بأغلب الفيديوهات، مستحيل الجن يتقرب من عندك إذا أنت ما تروح تتقرب من عنده وتبتعد عن رب العالمين. لكل شخص وصل لهنا وياي بالفيديو أحب أشكره لأن وصل لنهاية الفيديو، وأحب أطلب من عنده طلب صغير. أخوي حاول تاخذ الرابط مال الحلقة أو أي حلقة تعجبك، انشر على الفيس، انشر على جروب الفيس، انشر على الواتساب، انطي صديق، دلي صديق على القناة. لأن والله العظيم ما أطلب هاي الطلبات لا مال القناة وقعت نهائيا. والله العظيم وصلت 1000 مشترك
كنت ما أباوع حتى عليهم المشتركين ايش قد صاروا، تعرفون ليش؟ لأن خلص أني كل هدفي مو تحقيق فلوس من يوتيوب نهائيا، الحمد لله والشكر رب العالمين ساترها علي، ما محتاج من يوتيوب فلوس، بس بنفس الوقت ما محتاج أن اليوتيوب يغلق قناتي بعد فترة، لأن احتمال يغلقها تماما إذا ما تفعل الربح بيها، عرفت؟ لأن تفعيل الربح هي مبادرة، يعني شلون يقولون انه هاي المبادرة الاولى او السلم الاول انه انت تقدر قناتك تظل باليوتيوب، وانا ابد ما جاي انتهك حقوق، بس ما اعرف شنو اللي صار عندي، وقال لي ما تك المحتوى ما عاد استخدامه، احتمال بسبب الموسيقى اللي كنت استخدمها او غيرها، بس كل الفيديوهات انا كنت استخدم بيها السابقة، ونمسحن ونزل رنق القناة، وتعتبر القناة هسه صفر. فانت اذا وصلت لهنا حاول تساعدني على مود انا استمر يوميا بنشر القصص، ورحم الله والديكم جميعا، كل شخص يساعدني او مش يساعدني، وانتظروني غدا بقصة جديدة ان شاء الله.